تفضل قبه هنا. لكن انت لما تاخد المسافه دي ما ظبطتش طول ده، تاخد مسمار تاني هنا ما ظبطتش شويه دول، يعني لو في زياده هتزق معاك. كده هيسمر هنا. يلا خش يا ابراهيم. تعالي يا بنتي نقصها مرة. تعالي هنا يا بنتي تعالي. يلا. واحدة معاش أكوش تيجي هنا. النص بقى يلا. واحدة معاش أكوش تيجي هنا. تعالي يا بنات تعالي يا بنات. عشان ندفع الحنفية عشان مصفر. المهم أنتوا فهمتوا حاجة من اللي أنتوا بتشتغلوه. أيوه. فهمتوا حاجة. زي دمياطي كده. يا ريس أحمد. لما تبقوا في البيت عندكم هتعرفوا تعملوا حاجات دي. طبعا يا ها ولا هتجيبوا سبات؟ طيب دي المصولة دي ايه بقى؟ دي وصل مية المية الحلوة مش كده؟ دي مية حلوة ودي مية صرف. تمام؟ ناخده من الحوض. الحوض يبقى فيه ايه؟ حتتين تربطيهم مع بعض، ده بنسميها الزور. يبقى المصفى من فوق تحت من تحت الزور وبعد كده تروحي رابطه ده الاول المسمار مع الحته اللي تحت، يمسكوا الاثنين بس لازم عشان الميه ما تسربش. لازم شويه ها جوه في دايره كده جوه عشان ما تقعش. المهم يعني بقى خلي بالك من كسر. ايوه عادل اليوم على الناس يلا بقى عايزين كده تعملوا مشاريع بيزنس كده تعمل لكم فلوس. طبعا لا لا حضرتك بقى لو كنت قايل وجدع تمام جبت الزاوية ده ولبسته هنا زاوية خشب في دلوقتي الخشب ده خلص خلاص بقى دلوقتي في حاجه متشطبه فايبر جاهزه خالص احنا ممكن نركبها بعد الدهن مفيش مشكله لان هي اصلا بتيجي مدهون بتيجي مدهون فايبر هي بتيجي فايبر مدهون. بس عايزين التركيبات اللي زي كده عشان هو ده كان تركيبه معجون كده ولا حاجه ملخبط كده التجريحات اللي زي دي النقط دي زي لسه لسه يا باشا لسه لا تطلع ايه البقعه دي؟ دي لسه بس في حاجات مزفره كده لسه بتطلع شغال تطبيق. انا السيد النهارده سالني سؤال استعداد لو ما لقيتش وظيفه حلوه. لا تمريض هيبقى. طب انا كليه تربيه وطلع تقدير جيد جدا ما خدتش صرف. برافو عليك. ربنا يكرمك. بص بقى اوريكم من الاخر بقى. عايز مستريح وعندك يعني الامكانيات اللي انت عايزها ابدا مشروع من بدري. دلوقتي نبدا بالمشروع. احنا كده بنحاول نعرفكم صنعه بحيث حتى المبادئ بتاعتها بحيث انك انت لو عملت مكتب عملت عملت اي طريقه شرعيه انك انت تشتغل فيها اما تجيب عمال تشتغل تبقى انت فاهم الموضوع في بالك. لكن هو البيزنس ثم البيزنس ثم البيزنس.